اخر فرصه للعوده في النتيجه، كره فرصه هدف لا يا وحش. التعادل ياتي، كل شيء كان يسير في اتجاه والان في اتجاه اخر، من يدري قد تشهد الدقائق الاخيره هدف اخر. يا الله على الجنون والاثاره في كره القدم. والان نعود مره اخرى لنقطه البدايه مع هذا التعادل في لقاء مليء بالتحولات والمتغيرات. واضح ان المباراه لم تبح بكل اسرارها، قد تاتي من هذه الكره فرصه التقدم في الوقت القاتل. تمركز الجيد يساعده في قطع الكره وينطلق بالكره في الامام. نفوز هم فريقهم يا رب نفوز. يا الله.